نرحب وبشده بمعالي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك يا يوسف بيه، ازيك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ كله تمام؟ الحمد لله. منور برنامج التاسعه. والله منور بحضرتك. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور. دكتور، يمكن واحنا بنتكلم على المجموعه او الدفعه الجديده من المتقدمين للوظائف داخل وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وحضور الرئيس لجانب من هذه الاختبارات ومناقشته مع المتقدمين الجدد امبارح، يعني كان مهم عندي جدا بصراحه ان انا اعرف الرئيس كان بيتكلم معاهم في ايه. اولا حضور فخامه الرئيس ده شرف لكل المعلمين، ودي حاجه يعني انا عايز اقول لك ان المجموعات اللي حضرها فخامه الرئيس هتتكتب لهم في التاريخ ولن ينسوها، لدرجه ان باقي الجروب المتقدمين اللي على الجروب بتاعهم بيقولوا نتمنى فخامه الرئيس يحضر. الحقيقه فخامه الرئيس كان امبارح دار حوار ثري جدا في قضايا التعليم مع المعلمين، واتكلم عن الكثافات وعن عجز المعلمين معاهم، وبقوا يتكلموا بمنتهى الأريحية ومنتهى الصراحة مع فخامة الرئيس، وده أسعده جدا إن هم بيتكلموا بحرية وبراحتهم، لأن فعلا طول ما أنت بتعرف مشكلتك هتوصل للحل، وده دايما اللي كان بيأكد عليه. ويعني هم فرحانين وفخورين ومش والحمد لله اولادنا ما كانوش مخطوطين ولا حاجه، لا تجاوبوا وتحاوروا، وكانت حاجه تسعدنا الحقيقه، لان بجد اذا كنا عايزين نطور التعليم وفي المرحله القادمه كمان مع المناهج الجديده مع التحول الرقمي، فاحنا محتاجين معلمين. يعني هحولها لك كده ببساطه على الفرازه، يعني ما ينفعش نقول ان احنا اي حد يقدم وناخده خلاص، وممكن يبقى في واسطه من هنا انتهى موضوع هذا الكلام، لان كل الكلام بقى مميكن والكتروني وفي اليات كتيره للاختبار، يعني كذا مرحله بيمر بيها المتقدم زي ما انا وضحت كده في الجهاز المركزي لتنظيم الاداره وفق احتياجات معينه. الجميل كمان ان الاعلان على مستوى المديريه، يعني ما مش على مستوى الجمهوريه، بمعنى ان مش وجع واحد يجي مثلا يوم ما اقدم من الدقهليه مقدم في القاهره وارجع يقول لك رجعني بقى الدقهليه. أيوة. بعد ما لا، ده خلاص ما عادش هذا الكلام، لان الاعلان على مستوى المديريه وعلى يعني التنظيم والاداره لما جاء عمل المسابقه عمل 27 اعلان، يعني بعدد كل بعدد كل محافظه. الحاجة الثانية والأهم أن الإعلان تم في ضوء احتياج حقيقي اشتغلنا عليه مدة طويلة جدا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مستوى كل مديرية هي احتياجاتها إيه، وعلى مستوى الإدارة التعليمية أيضا، فبقى العدد اللي متوفر ليك أنت بتسد باحتياج حقيقي بكفاءة بقى مختارهم. يعني هم امتحنوا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 5 مكونات، والتخصص الأكاديمي والتخصص التربوي والثقافة العامة والسمات الشخصية واللغة والاي سي تي او التكنولوجيا والكمبيوتر، ده كلها ده مروا بيه الكتروني، مفيش عنصر بشري فيه خالص، والتقديم نفس الكلام. يعني انا اكيد سمعت في ان انا بتكلم عدد اللي تقدمه كام، هقولها تاني، عدد اللي تقدمه 140,000، اللي كان ورقهم كامل 110، اللي دخل الامتحان في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في القاهرة، يعني الامتحان هنا بيجوا هنا كلهم يمتحنوا هنا، اللي نجح اتقدم 95، اللي اجتاز الاختبارات 28. انا عايز الأسر المصرية والطلاب يعرفوا ان احنا من 140,000 اخترنا لهم بس 28,000. ده معناها ايه؟ ان اخترنا ال 28 الذين يمتلكون المهاره والجداره، ثم بعد ذلك هيبقى في اختبار اللي حضره فخامه الرئيس اللي هو اللياقه البدنيه البسيطه، الكشف، الامور الطبيه البسيطه ايضا اللي هي متطلبه لمهنه التعليم، ثم كشف الهيئه او كشف نون المقابله. احنا بقى علشان المعلمين دول مش هيقعدوا 6 شهور في الكليه الحربيه، فقط الكليه او الاكاديميه العسكريه هتختبرهم، فاحنا عملنا لهم تدريبات في وزاره التربيه والتعليم، تدريبين كبار،
تدريب تربوي بيتكلم عن استراتيجيات التدريس واختبار عن إدارة وأيضا عن إدارة الفصل. كل ده أداة واحد. الثاني كان مهدناهم وهيئناهم لاختبار الأكاديمية العسكرية، يعني جبنا لهم موجهين تربية رياضية اتكلموا معاهم على التمارين البسيطة اللي بتساعد على اللياقة البدنية، وكلمناهم أيضا على السمات الشخصية وعلى السوفت سكيلز المهارات الشخصية، إزاي تعرف تتواصل، إزاي تعرف تعمل عرض وتقديم، إزاي تتلقى سؤال من اللي قدامك، إزاي تدير تفاوض مع الأمامك. ما هو ده اللي هيتسأل. وبعد كده في كشف الهيئه او المقابله كمان كلمناهم عن المشروعات القوميه اللي الدوله المصريه بتقوم بيها، لان ده هيوظفوا في تحقيق الانتماء لاولادنا. بعد كده بقى في الاكاديميه انا عايز اقول لهم وعايز اطمن وعايز اعلن رساله من الان عبر قناتك، احنا فور الانتهاء من كشف او اختبارات الاكاديميه العسكريه سنعلن لهم نصدر لهم امر تنفيذي باستلام العمل ان شاء الله. بمجرد ما الاكاديميه العسكريه تنتهي من هذه الاختبارات ما عادش في اختبارات تانية، ولكن احنا هنشتغل معاهم بقى هم هيجوا معانا معلم مساعد لمده سنتين بعقد، هنشتغل معاهم تدريبات كتيره، لان انا عايز اقول لهم ان انت معلم مساعد فانت بعد سنتين هتاخد صلاحيه او عدم صلاحيه في ضوء التدريبات اللي هتجتازها بس وانت بتشتغل معانا في هذا الكلام. العصر القادم عصر التحول الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي، المناهج بقت مختلفة، مواصفات الطالب بقت مختلفة، فاحنا عايزين معلمين بجد يمتلكون المهارات الشخصية ويعرفوا يعني فخامة الرئيس امبارح بالامس كلم معاهم بيقول لهم انتوا اصحاب رسالة ما انتوش موظفين، انتوا بتأثروا في الطلبة بتوعكم، انتوا كمان رسالتكم سامية جدا، وانتوا كمان مهنتكم متعبة. يعني الحقيقة كان حوار مليء بالمشاعر الدافئة ومع اولادنا، وبقول لك المجموعات اللي حضرها فخامة الرئيس اتكتبت لهم في التاريخ، واعتقد عمرهم ما هينسوها ابدا عبر حياتهم الوظيفيه باذن الله. مما لا شك فيه. طب دكتور معلش انا هطول، فاننا في ثلاث نقط او ثلاث جمل لفتوا نظري جدا. اول جمله متعلقه في بالحديث ما بين المتقدمين الجدد وفخامه الرئيس، وانه اتكلموا بمنتهى الاريحيه، هذا يعني ان هم اتكلموا على بعض المشكلات من وجهه نظرهم وتصوراتهم لحلول. كان ابرز المناقشات او ابرز النقط اللي المتقدمين الجدد علقوا فيها او اتكلموا فيها مع فخامة الرئيس ايه؟ اتكلموا عن الكثافات وعن كثافة الفصول، ودي ووضحنا بقى ان احنا محتاجين قد ايه لبناء فصول جديدة، وان الزيادة السكانية واحد من المشاكل اللي بتقابلنا. ده كان من ابرز النقاط اللي هم تناولوها، وده ينم عن ان هم واعيين برضو، يعني كون ان هو لسه جاي مبتدئ وهيشتغل معانا في التعليم وملم بان في كثافات وفي في بعض الاماكن، فده الحقيقه واحد من النقاط اللي اثيرت، وفخامه الرئيس ادار معاهم حوار في هذا الموضوع. طيب الجملتين التانيين مرتبطين ببعض، اللي هم متعلقين بانه المناهج ما بقتش زي زمان، اتطورت جدا، وفي نفس الوقت التلامذه نفسهم ما بقوش زي زمان، هم كمان اتغيروا. الله عليك لا ده الله لحضرتك، لحضرتك اللي قلت. فانا بس لفت نظري قوي انه المدرس الجديد بتاعي هيبقى يعني مؤهل لتدريس هذه المناهج والاساليب الجديده بتاعتها، وكمان الولاد اللي هم اجيال جديده ومختلفه وطريقه تفكيرهم مختلف وطريقه تعاطيهم مع الحياه سواء اذا كانت بايجابياتها او بسلبياتها مختلفه، ده معناه ان انا عايز مدرس جديد خالص غير مختلف. المدرس مختلف بتاعي وانا صغير. وعلشان كده احنا كلنا سعداء ان عندنا بقى مصر عندها اليه لانتقاء المعلمين. احنا زمان كانت الناس تقدم ورق وتتاخد وناس تبقى لها مثلا وساطه او حاجه، لا هذا الكلام مش موجود. اللايرز او الطبقات او الاختبارات المتكرره اللي مروا بيها المتقدمين، ده معناه ان انت عايز تنتقي الاجود والاكفأ. انا عايز بس اقول فعلا دور المعلم اختلف. احنا ما عدناش عايزين طالب يحفظ معلومات، عايزين طالب ينتج معلومه، يشغل عقله، يفكر. طب ما طريقة التدريس بقى، ما انت كمان في الجانب الآخر عايز معلم يعرف يعمل ده،
عايز معلم يساعد ولادنا على ان هم يمدهم بمصادر التعلم، يوجههم لمصادر التعلم. انا بشبهه بان هو اوركسترا عمليه التعلم. صح. واحد بيوجه الناس ومش بيلقنهم بالمعلومات، لان خلاص عصر ان انت تحفظ معلومات ده انتهى. المعلومات زادت واستحاله حد يلم بيها، لكن الصح واحنا رايحين ناحيه انتاج المعرفه وايضا انتاج الابداع والموهبه، لان لما اولادنا يتعلموا بالاكتشاف ويتعلموا المشروعات هتبص تلاقي قدراتهم ظهرت والمبدعين ظهروا، ونبدا نعمل لهم عمليه اسراء. فانت محتاج معلم بمواصفات بجد خاصه جدا اذا اردنا ان نحدث تطويرا حقيقيا في التعليم، لان مفيش تطوير للتعليم دون الارتقاء باداء المعلم. مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا 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 يا معالي الوزير، كل الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم الفني.